السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بجميع المتتبعين. كنتمنى يا ربي يوجدكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. اليوم غادي نديرو واحد لي بات اللي سراع دغيا دغيا كيوجدوا في رمشة عين. نصوبوهم اما في الغداء ولا في العشاء، اللي بغى شي حاجه كيديرها. المهم كيجيو، هو انهم كيجيو لذاد ولذاد بزاف. هذا لهاد لي بات. اولا كنحتاجو لي بات اللي انا راني رداهم تيتسلقوا في الماء والملحه وشويه ديال الزيت البلديه. كلشي كيعرف لي بات كيفاش تيتسلقوا. كتاخد اي بات عندك، المهم لي بات اللي عندك كديريهم. غناخد البصله اللي انا شلطتها في هذه الماكينه. هذه الماكينه اللي كنقول لكم عجيبه، يا سلام، كتشلط لي البصله متقاده وزوينه. الو، عندنا البصله، عندنا واحد الدريس ديال الثوم. هذه الثوم اللي كنقول لكم دائما انا كنستعملها، كنديرها في الخل. دابا هذه راه شحال من شهر وهي في الخل، ما شاء الله باقيه بيضه، ما كيتبدلش اللون ديالها نهائيا، وكتجي زوينه. ها انتما كي تشوفوا، هذه كنديرها في الخل، راني سبق لي وحطيت واحد الفيديو ديالها. الوغ لهاد الوصفه كنحتاجوا البصله، كنحتاجوا الثومه، كنحتاجوا الملحه، كنحتاجوا الابزار، كنحتاجوا الثومه بودره، كنحتاجوا شويه ديال لانواد ميسكات، كنحتاجوا زبيده باش تنحمرو البصيله، كنحتاجو واحد شويه ديال السوليس. هذا اللي كان كيعجبني انا بزاف، لان كنقول لكم هاد الماركه هذه عاد تعجبني، لان ما كديرش الحموضه في الماكله. غادي نحتاجو لي فروماج، فروماج غابي، اي نوع ديال الفروماج عندكم. الا كان حتى الموتزاريلا تيجي فيها مزوين. هذه انا عندي فيها ربعه ديال لي فروماج. وعندنا الحليب، وعندنا مايزين. المهم غنبداو على بركة الله. نسيت واحد الجوج ديال المكونين، واحد المكون هو الفخوماج مثلات ولا كاري، فخوماج اللي عندكم. وعندي المعدنوس، وعندي اول حاجة غنبداو غناخد واحد المقلة اللي تكون شوية موسعة، وغادي ندير فيها واحد الطرف ديال الزبدة، واحد طريف ديال الزبدة، وغادي نزيدو واحد شوية ديال الزيت البلدية. علاش كنزيدو الزيت؟ باش داك الزبدة ما كتحرقش لينا، وحتى الزيت البلدية كتعطي واحد نكهة زوينة في الطياب. الوغ ناخد البصلة ديالي اللي شلطت، خد واحد البصلة مويان، ما صغيرة ما كبيرة، وغنزيد هذا البصل، وغنزيدو على هذا. وغنزيد واحد جوج دريسات ديال الثوم، غنزيدهم حتى هما هنايا فهاد مع هاد البصله. غنخلي هاد البصله حتى تريب، حتى تدبال مزيان هي الثومه، وعاد نرجع ندير المكونات الاخرين. الوغ هنا من بعد ما البصيلة ديالنا ها هي هبات، غادي نزيد الملوخية، غادي نزيد ثومة بودرة، معلقة صغيرة ديال ثومة بودرة، ونزيد الإبزار، غندير مليحة،
مليحه ما نكثرش الصندوق لان غندير الفرماج. غادي ندير واحد شويه ديال الجوزه، الجوزه عندي محطوطه واحد شويه، وغادي نزيد واحد جوج معالق ولا حتى ثلاثه ديال مطيشه، معجنة بوري ديال الطوماط. نخلي هادشي يندمج، ناخذ هنا واحد زليطه غندير فيها الحليب، غندير الحليب واحد نص زليطه ديال الحليب، وغندير واحد جوج معالق ديال المايزينا، المايزينا باش يعقد لنا هذاك الحليب اللي غنديرو. الشكل هذا دائما مايزينا خلطوها شي حاجه بارده، اللي بارد او ما بارد ما ديروش نهائيا السخون، لان الا درتو السخون راه غادي تكور ليكم. يعني كنظن واحد المعلومه كيعرفها الجميع. الو كيفما كتشوفوا ها هو المايزينا ديالنا، ها هي غادي نخويها على هذا الخليط بهذا الشكل، وغادي نخلي حتى تعقد ليا هاد لاصوص ديالنا. وصفه كتجي خطيره، جربوها ما غاديش تندموا عليها، شي حاجه زوينه وتتعجب الكبار والصغار. من بعد داك الثومه تيمكن لكم تبعزوها باش ما تبقاش هكذا كطراف، ولا لا بغيتي كاع تزولوها اللي ما كيبغيش الطيبه ديال الثوم مجهده، لان دايرين ديجا الثوم بودره. الوغ هنا هي بدات تتعقد لاصوص ديالنا، هنا غنزيد عليها هذيك لا شارتوتري انا قطعتها، غادي نزيدها عليها، وغنزيد عليها الفرماج مكلات. الوغ هنا زدت الفرماج المكلات، غنحاول ندمجو مع هاد لاصوص كاملة. الصوص ديالنا هي بدات تتعلق دابا، وغادي نزيدها الفرماج الرقي، نزيد شويه ديال الفرماج الرقي بهذا الشكل هكذا، وغتجيني واحد الصوص اللي هي معلقه وزوينه بزاف. ملي كتشوفو كيف تتعلق عندك داك الفرماج فيها، يا سلام تجي زوينه. وغنزيد المعدنوس، المعدنوس انا كان عندي في الكونجيلاتور نخليه حتى يذوب شويه بشويه. تجي واحد لاصوص واعره، هاد لاصوص غادي نديرو فيها لي باتي لي سخنا. الو لي باتي ديالنا غادي
نخويهم هنايا وغادي نحاول نلبسهم كاملين داك لاصوص. يا سلام يا سلام يا سلام، خطيرة خطيرة، وصفة خطيرة وغادي تعجبكم بزاف، غير جربوها ما غاديش تندموا، جديدة وسهلة اون بلوس. اللي عنده طريفة دجاج يزيدها فيهم، اللي عنده كخوفات يزيد فيها، اللي عند شنو ما درتي فيها كيتواتى معاه. انا درتها اليوم غير خاوية ما فيها والو، ولكن اللي بغى يزيد فيها شي حاجة كتجي ممتازة. صافي لي بات ديالي واجدين في امان الله. الو هنا انا جبت قطار ديال الصبان، نصب في هذا لي بات. غادي نزينها بواحد لي طوماط، وغادي ندير الوسط منها شويه ديال الفرماج، وهنا غنقول لكم بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم باش تشجعونا دائما، ما تبخلوش علينا بالبارطاج، واللي باقي ما اشترك في القناه وعجبو المحتوى يهبط يدير لنا اشتراك. وشكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، مع الف الف سلامه.